أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى. وجدد المصدر موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف، مؤكدا وقوفها إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودها للحفاظ على أمنها ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري الشقيق، داعيا المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.